Welcome back again to your channel Easy Science for Kids. Today we will start lesson 2 in chapter 2. Before we start this lesson, we will know a new vocab. The first vocab called subheading. What is meant by subheading? If we read a story or read a newspaper, there is a small title. This small title tells us what we are going to read about, like this. لو انا عندي باراجراف بقراه او قصة او في الجورنال غير التايتل اللي هو الجنرال العام موجود فوق، يبقى في تايتلز صغيرة كده على جنب. التايتلز دي اسمها سب هيدنج. طيب ايه البنفيت بتاعتها يا مس؟ انا بستفيد بيها بايه؟ ذيس ووردز دي تبقى عبارة عن كلمات تيل اس بتعرفنا وات وي ار جوينج تو ريد اباوت. اول ما اقرا التايتل ده ابقى انا عارف هنا هتكلم عن السليبنج، هتكلم عن الجيمز، هتكلم عن جنرال انفورميشن، هنتكلم فيها عن الانيمال. انا هعرف من غير ما اقرا الباراجراف بتاعي. طب انا عرفت منين؟ من السب هيدنج اللي هو السمول تايتل. ذا سكند فوكاب كولد كابشن. كابشن ات از ا ووردز رايت اندر ذا بيكتشر. اي صوره دايما بتلاقي فيه كلام مكتوب تحتيها. طيب الكلام ده اسمه ايه؟ اسمه كابشن. طيب انا هستفيد منه بايه؟ ايه هي البنفيتس بتاعتي؟ it gives us information about what you can see in the picture. يبقى انا دلوقتي ممكن حاجتين اشوفهم اعرف الصفحه بتاعتي دي بتتكلم عن ايه. اول حاجه السمول تايتلز، ودي بتقول لي الباراجراف اللي تحتها جنرال عموما بيتكلمني عن ايه. الكابشن اي بيكتشر يبقى تحتيها صوره، يبقى تحتيها كلام، الكلام ده بيوصف الصوره. يبقى انا ممكن مجرد ما شفت الصورة وشفت الكلام تحتها افهم التوبيك بتاعي، الموضوع بتاعي ده بيتكلم عن ايه. اوكي. How physical activities keep our body healthy. تعالوا بقى ناخد بقى ممكن نقول سايد تاني، نتكلم على جزء تاني، بارت تاني، وهي الفيزيكال اكتيفيتيز. احنا كنا قايلين من الهيلثي هابتس ان احنا لازم نعمل اكسرسايزنج. اكسرسايزنج هي نفسها الفيزيكال اكتيفيتيز، يعني بعمل اكتيفيتي بجسمي، رياضه لجسمي اللي هي السبورتنج. فيزيكال اكتيفيتي، اكسرسايز، سبورتنج، كلها سيم مينينج. طيب ازاي دي بتحافظ على بودي هيلثي؟ قال لك اول حاجه keep your heart healthy، بتخلي الهارت بتاعي هيلثي. الهارت وورك جود. هيلثي دي مش معنى يعني مش قادره اوصل، يعني هيلثي دي معناها ان انا قلبي بيشتغل كويس بالكفاءه بتاعته 100%. في ناس مجرد لما تتحرك تقعد تنهك 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 وتحس قلبها بيدق جامد ويوجعها كده، الهارت بتاعها ده ان هيلثي. هي بيعمل حركه بسيطه جدا الناس كلها ممكن تعملها، انما الهارت هيلثي انك انت ما تتعبيش، ان هو يعمل working very good. اوكي. strong and more efficient. يبقى strong and healthy and work with very good. دي اول حاجه الفيزيكال اكتيفيتي بتعملها لنا. تعمل ايه؟ keep heart healthy، تخلي الهارت بتاعي ده healthy. what's meant by healthy؟ work very good and be it strong، تخليه strong and more efficient. number 2 physical activity exercise اللي انا بعملها كل يوم give you energy، بتديني الانرجي، تخلي جسمي مور انرجيتك، تديني الطاقه اللي تخليني استخدمها طول اليوم في الوركينج، بلاينج، ستادينج. so the physical activities or sporting or exercising it's very 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 important to our body and our heart. make our heart healthy, strong, more efficient, make our body have the energy. last vocab we'll talk about it, brain break. what's meant by brain break? brain break يعني بريك صغير، بس البريك ده مش لماي بادي، تو اتس تو ماي برين. اي ستادي اول تايم اور فور 3 اورز. لو انا قاعد بذاكر لمده 3 ساعات، لا انا البرين بتاعي مش هيستحمل 3 اورز ستادينج اند تيك نيو انفورميشن، وافضل اخد معلومات جديده. لا، لازم هنعمل ستوب، هنوقف ونعمل حاجه اسمها برين بريك. ادي لدماغي بريك. البريك ده ازاي؟ ممكن wash my hand or wash my face, make motion، اعمل حركة معينة، listening to music، reading a story، a funny story،
all of this called brain break. So brain break, it is a short mental break. هو break عقلي, بفصل دماغي, ما فكرش في نفس الموضوع كنت بذاكر فيه. That is taken during regular interval. Intervals, regular intervals, يعني فترات منتظمة, أفضل لفترة طويلة منتظمة, 2 hours, 3 hours, 4 hours, دي كده أسميها regular intervals. During classroom instruction, أثناء الدراسة, قاعد طول اليوم 7-8 حصص, قاعد دماغي دي مفروض تبقى very good and very concentrate and pay attention. I must take a brain break. لازم في الحالة دي تعمل brain break. البrain break difference, تختلف بقى من شخص للتاني. Someone jump for 20 hours. Someone make exercise, sit ups, sit down, sit and down, sit and down, sit down, stand up, sit down, stand up. It's a brain break. Someone hop on 1 foot or 2 feet, in 1 foot or 2 feet. واحد ينط كده على رجل واحدة أو على رجل الاثنين. Someone make push up, يعمل exercise ضغط. Someone jump like any animal. ممكن واحد, أي طفل مثلا, يعمل مثلا نطة أي animal أو moving of any animal or flying like a bird or run in a place. البرين بريك هنا مش لي موشن معينة, كل student, كل واحد, كل برين حسب اللي عايز يعمله. في أطفال ممكن تقوم تنط, في أطفال ممكن تقوم تعمل exercise, في أطفال ممكن تقوم تصلي, اعمل brain break, pray, صلي, فتفصل دماغك شوية وترجع تاني. Okay, let's read together. Healthy habits. Read the text, underline or highlight how each of the healthy habit helps your body. Answer the questions. خلي بالنا مع بعض كده. Get enough sleep. This is a small title. This title called excellent subheading. ده اسمه ايه؟ subheading. طيب من اسمه كده, get enough sleep, so we are talking about excellent enough sleep. طب عرفت ازاي احنا هنتكلم عن السليبنج او enough sleeping؟ من subheading, get enough sleep. طيب تعالوا نشوف البيكتشر دي, مش فاهم حاجة منها. طب نقرأ كده اللي تحتيها. Sleep helps our brains remember what we learned during the body. طيب اللي احنا قرناه اسمه ايه؟ Excellent caption. Caption ده describe this picture. الكابشن ده بيديني information عن البيكتشر دي. اوكي, عشان احنا بعد كده هقول لك السب هيدنج الكابشن تبقى عارف مكانها على طول. اوكي, get enough sleep. Have you ever stayed up late on a school night? هل عمرك فضلت صاحي وسهران يوم يبقى صباح وراك تاني يوم مدرسة؟ طبعا كتير بنعمل كده. What did you feel? What did you feel like in the morning? يا ترى انت بتحس بايه الصبح بقى لما تبقى نايم شوية صغيرين كده وسهران طول الليل؟ When you don't get enough sleep, لما انت ما تاخدش كفايتك من النوم, ما تاخدش نوم كافي. You can get grumpy. بتبقى grumpy, غضبان. Primary school children, الأطفال اللي في primary school اللي هما في مرحلة الابتدائية كلهم, need around 10 to 12 hours of sleep every night. يعني احنا مفروض ننام من 10 ل 12 hours, ننام من 10 ل 12 ساعة. Getting enough sleep, لما أنا أنام كتير أو أخد الكفاية بتاعتي اللي هي from 10 to 12, helps your think better, هخليني أفكر كويس, and helps your body stay healthy, وفي نفس الوقت هتحافظ على جسمي. A second subheading, stay positive and calm. Stay positive, what's meant by stay positive? This subheading talk about how to be positive. ازاي ابقى positive, ابقى calm, ازاي لما يحصل اي attitude, موقف قدامي اخد فيه بوزيتيف, اكون في بوزيتيف مش نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف ونيجاتيف؟ يعني شفت حاجه غلط قدامي, لو انا سكت عليها يبقى انا كده عندي نيجاتيف اتيتيود, اخدت موقف سلبي. لو انا يعني صلحت منها او عرفت اللي قدامي ان ده بيعمله غلط, يبقى انا كده عملت حاجه اسمها بوزيتيف اتيتيود, اخدت موقف ايجابي.
طيب stay positive and calm. It is easy to get busy with activities like television and video games. من السهل جدا تفضل طول النهار مشغول بالتلفزيون والفيديو جيمز اللي بنلعبها. It can be stressful if you stare at a screen for too long. لو انت فضلت stairs يعني stay قدام التلفزيون والجيمز دي طول اليوم هتحس انك انت مضغوط. حتى لو انت مش حاسس كده تصرفاتك هتدل انك انت على طول متعصب على طول متنرفز. Angry غضبان and worry الان are also distracting and tiring. يعني ايه distracting and tiring؟ يعني مشتت تحس انك تعبان كل ده وانا بتفرج عليه طول النهار لان انا عارف ان في حاجات ورايا عايز اعملها ومش لاقي وقت فغصب عني هلاقي نفسي قلقان لحسن نفسي زعق لي ماما هتكلمني هبقى متعصب ومتنرفز انا ورايا حاجات وخايف حد يزعق لي عليها هبقى disturbance احس بتشتت ما انا قاعد ليل نهار قدام التلفزيون حاسس اني تعبان. When something goes wrong لما حاجة تحصل غلط it's important to have a positive attitude. لما تحصل حاجة غلط قدامك لازم من الضروري من المهم ان يبقى عندك positive attitude يعني اخد موقف ايجابي يعني اصلحه او اعرف اللي قدامي اللي بتعمله ده غلط او لو في حاجة تقدر تعملها انت تعملها. Remember تذكر to take time to enjoy quiet activities. لازم لو انت عايز تاخد time للانجوي لازم الاكتيفيتي تبقى quiet هادية that calm you تهديك ما تفرجش انا على كرتون ناس بتضرب بعض وتعصبني حتى لو انت مستمتع بيها لا هي بتبني جواك حاجة اسمها negative attitude. Okay. Some quiet activities ايه هي الاكزامبل للquiet activities دي للquiet activities دي or reading قرايه talking اتكلم walk outside اتمشى شويه بره staying positive important your mood او improves sorry staying positive improves your mood. لما تبقى positive بيخلي المود بتاعك حلو لما احس ان انا عملت حاجه كويسه ببقى مبسوط غير لما احس ان عامل غلط حتى لو اللي حواليا مش عارف انا من جوايا بقى متضايق. Staying positive and calm can also help your body fight some illness. لما ابقى healthy لما ابقى calm ده بيساعد جسمي انه يقاوم اي مرض موجود غير لما ابقى انا على طول negative على طول stress فانا بدي فرصة كبيرة جدا للجيرمز اللي هي الجراثيم بتاعتي انها تهاجم جسمي وفي الاخر اعيا. This picture reading is quite calm activity. الريدنج دي القراية دي حاجة مهمة جدا دي activity مش حاجة إجباري لما تقرأ قصة ممتعة دي بالنسبة لك تبقى activity وcalm يهديك وفي نفس الوقت بتعلمك positive attitude بتقرأ مواقف إيجابية تتعلم منها. The third subheading eat healthy. Eating sweets, snacks once in a while will not hurt you. لما اكل السويتس والسناكس مرة كل فترة in a while كل فترة ده مش هيأذيني. But if you choose to eat those foods every day لو انا اخترت ان اكلها كل يوم you can harm your body. يبقى اول حاجة هتعملها لنا لما احنا ناكل السناكس والسويتس every day harm my body. You might also find that you don't have the energy you need to get through the day. كمان مش هبقى عندي الطاقة اللي تخليني اكمل يومي. It's important to think about your food. مهم جدا ان انا افكر في اكلي كويس جدا وافكر في اختيارات اكلي. About your food choices. Healthy food الأكل الصحي gives you nutrients your body needs. بيديني nutrients زي vitamins زي minerals معادن جسمي بيحتاجها. And gives you energy to work and play. وبيديني برضو طاقة عشان أشتغل وألعب. The last subheading stay active. How to be stay active. Physical activity takes energy.
الفيزيكال اكتيفيتي دي تدينا انرجي وبتاخد مننا برضو انرجي. But exercises also helps you feel more alert and less tired. رغم ان هي بتاخد مننا طاقة، انت بتيجي تلعب رياضة بتستهلك طاقة، اللي في نفس الوقت لما تقعد تريح شوية بتحس انك انت هادي، تحس انك انت تعبان، وبتخلينا برضو active، تحس انك انت عندك power كده عايز تعمل حاجات كتير. An hour of movement every day is a good goal for most primary school children. بالنسبة للأطفال الابتدائي كون انك انت تمشي يوميا ساعة ده شيء كويس جدا ليك. Staying active، لما تبقى active helps your body stay strong. لما تبقى active ده بيخلي جسمك قوي. ما ينفعش انت قاعد فاضي فقاعد طول النهار قدام التلفزيون، لا انا ممكن اتمشى شوية، ما لعبش من يعني انا مش قادر العب رياضة بتعب، اتمشى. ويقول لك اسهل حاجة امشي ساعة كل يوم. Staying active can improve your mood، هتخلي مودك حلو. And help you focus on school، وتخليك تركز جدا في الفصل او المدرسة. Turn over the page to answer the questions. In this page في البيج دي هيديني questions على الهيدنج سب هيدنج اللي احنا قريناها او على الباراجرافز اللي قريناها كلها، وهنجاوب عليها من الباراجرافز، يعني مش هنجاوب عليها من دماغنا، كل الاجابات موجوده في الصفحه اللي فاتت. You make choices every day. You choose what to wear and what books to read. You also often choose what to eat and what activities to do. Healthy habits make your body healthy. اختياراتك اللي انت بتختارها كل يوم، تلبس ايه، تقرا ايه، تاكل ايه، تعمل activities ايه، كل الحاجات دي تعتبر healthy habits. لازم تختار الhealthy habits اللي فيها اللي بتخلي جسمنا صحي. تعال اول اختيار انت لازم تعمله get enough sleep. لما تاخد get enough sleep، what's one reason you should get enough sleep؟ يا ترى انا ليه لازم انام كويس؟ انا جبت من السؤال اللي فات help me think better، يخليني افكر كويس. question number 2، what time to do usually get up for school؟ يا ترى انت بتقوم الصبح الساعة كام؟ ده بقى سؤال general عام، كل واحد بيتكلم فيما يخصه. from me، بالنسبة لي انا، او to me I get up at 6 o'clock a.m. انا بصحى 6 الصبح a.m. What time would you need to go to bed to get 12 hours of sleep؟ طب لو انت محتاج تنام 12 ساعة وبتصحى الساعة 6، يبقى هتنام امتى؟ يبقى هنام 6 o'clock. الناس اللي بتقوم 8 o'clock هتنام 8 o'clock. الناس اللي بتصحى 7 o'clock هتنام 7 o'clock. بس هتصحى AM وهتنام PM. AM PM دي طبعا عندكم في Connect. The fourth question. Fourth question about stay positive and calm. What is one quiet activity suggested in the passage؟ يا ترى ايه ال quiet activity اللي اقترحوا علينا في الباسج بتاعتنا؟ طبعا اهم حاجة اللي هي كانت موجودة في الكابشن reading. Name a quiet activity you enjoy but that is not listed in the passage. طب يا ترى ايه ال quiet activity اللي تستمتع بيها ومش موجودة في الباسج؟ زي ايه؟ زي الكالرينج، زي الدروينج، في ناس قول ووكينج، اي كالر اكتيفيتي، سوري، اي اكتيفيتي تعملها وانت هادي، ما مش بتخليك اكتف وتتنطط تروح وتيجي، دي بقول عليها كال اكتيفيتي. Turn the page. Healthy. What can happen to your body if you eat too many sweet snacks? يا ترى انا لما اكل سناكس كتيره ايه اللي ممكن يحصل لبادي؟ اللي قاله لنا في الباسج harm my body، ان انا بضر جسمي، and my body haven't energy، ومش هيبقى عندي energy. What's your favorite healthy snack؟ يا ترى انت عايز تاكل سناك وتاكلها healthy، تاكل ايه السناكس اللي ممكن تاكلها healthy سناكس؟ Fruits. Others say vegetables. ممكن اي حد يقول اي حاجة، بس هم اكتر سناكس هيلثي عندنا الفروتس والفيجيتابلز.
Stay active. How can staying active help you at school? آخر 3 words موجودة في البيج. إزاي اللي stay active إنك أنت تبقى active طول اليوم بيساعدك في المدرسة. Help me focus in my school. بيخليني focus. بيخليني مركز. التراكر دي حلوة جدا. التراكر ده عبارة عن ايه؟ المفروض كلنا نعملها كده، الولاد يعملوها فوق سريرهم كده يوميا. Read the activities on the chart and add your 3 goals. Then use this chart to check off the things you do each day to keep your body healthy. هنا حطيت لي activities زي ايه؟ Get enough sleep, stay positive and calm, eat healthy, stay active، وسايب لي 3 فاضيين. يا ترى الثلاثة دول هجيبهم منين؟ عايز تحط اي healthy habits تانية براحتك. عايز تجيبهم من اللي اخدناهم في lesson 1 موجودين عندنا، اللي كنا كاتبينهم ونرسم صورة عليهم لينا، دي او دي. هو هنا قايل لك هاتهم من ورا، لو هما سيم اللي موجودين فوق هات حاجات تانية. طيب وبعدين بعد ما يعمل لسته بالهيلثي اكتيفيتيز او بالهيلثي هابتس قدامه، بعد كده الدايز ساندي ساتردي ساندي ساتردي ساندي ماندي تيوزداي وينزداي ثيرزداي ام فرايداي، وكل يوم في الساتردي ده افتح كده واشوف هو انا النهارده نمت كويس، اخدت من 10 12 سليبنج يس، يبقى هعمل قدامها رايت. طيب هو انا كنت stay positive and calm no، يبقى هعمل قدامها wrong. I eat healthy food today yes. I stay active today yes. واكمل على هذا Saturday خلص، هشوف تاني يوم Sunday وعيد نفس الكلام. ده تراكر للولاد يمشوا عليه طول الاسبوع عشان يعودهم يبقوا stay healthy. النهاردة عملوا 4 حاجات غلط ما عملوهاش، تاني يوم هيخلوا بالهم يعملوها. فده زي يعودهم يبقوا ازاي stay healthy. The last one brain break. ازاي نعمل brain break؟ create your own brain break activity. احنا هنا هتعمل create، هتخترع brain break ليك. write the name and the short description for your activity. هتسمي اسم وتشرحه. draw a picture of yourself doing the activity then write one way this activity help your body to stay healthy. هنختار ايه؟ احنا في الكلاس، في كلاس مثلا اختار رابت جامب، نطة الارنب. في ناس اختاروا الكانجرو جامبس، الكانجرو جامب اللي هي نطة الكانجرو. انا هنا مثلا اديتكم اكزامبل تاني، فلاينج لايك بيرد، ان انا اطير زي البيرد. ده البرين بريك اللي انا هعمله، اللي انا هفصل بيه دماغي عن اللي حصل كله، عن المذاكرة اللي بذاكرها. طيب سديتها اسم فلاينج، طيران. طيب وصفتها هعمل ايه؟ هعمل stretch to my body، هشد جسمي كله. stretch my hands، هفتح دراعات الاثنين وشدهم كده يمين. and move around، وابتدي اتحرك ولف في الأوضة كلها. انا كده هعمل ايه؟ هعمل brain break. البرين بريك ده هسميه ايه؟ flying. طبعا هم مش ملزومين يكتبوا ده، كل واحد هيفكر في البرين بريك بتاعته ويعملها بطريقته. okay and thank you for listening and goodbye.